صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات وبالقرآن نتفائل. إن شاء الله النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن قصة من قصص الأنبياء، وهي قصة سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب عليه السلام كان رمزا للنبي الوفي لله سبحانه وتعالى الذي صبر على البلاء. وسيدنا أيوب عليه السلام سمي بأيوب، وهي بالعبرانية التائب. قيل أن سيدنا أيوب عاش 94 سنة، لكن لم يخص بالذكر هل عدد السنوات اللي عاشها سيدنا أيوب هل كانت حقا حقيقة أم لا، هذا كان في علم الله. تعالوا كده مع بعض النهاردة نتمعن قصة سيدنا أيوب عليه السلام، وإزاي إن احنا نتفائل منها. قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ربي إن مسني الشيطان بنصب وعذاب. الآية ده هي تبين لينا كلمة عبدنا أيوب، النبي الوحيد اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى بكلمة عبدنا أيوب. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه نعم العبد إنه أواب. طيب إيه اللي خلى سيدنا أيوب يوصل للمكانة العظيمة الجميلة دي؟ طيب وإيه قصة الشيطان اللي أصابه بنصب وعذاب؟ النهاردة دوت محور حلقتنا. كل إنسان مننا في الدنيا دهيت على قدر إيمانه، على قدر ما هو يبتلى. والإنسان المؤمن الصالح دايما يكون مبتلي، وطبعا إحنا كلنا يعني لا يخلو أي إنسان من ابتلاءات الحياة مهما كانت. لكن القرآن الكريم كل آية محكمة بتنزل من الله سبحانه وتعالى بتبين لنا إزاي نقدر نتعامل مع هذه القصص في حياتنا اليومية. كل إنسان مننا بيتعرض إما للمرض وإما للتعب الشديد، لكن في الحالات اللي زي دي في منا بيصبر على الابتلاء ويقول الحمد لله وربنا دايما بندعوه بالشفاء. إلا أيوب، سيدنا أيوب عليه السلام الوحيد اللي ما دعاش ربنا بالشفاء، لكن قال إيه؟ ربي إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طب ليه ما دعاش ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل، زي ما احنا على طول لما بنتعب بنقول يا رب اشفينا، يا رب يعني فرج علينا كربتنا اللي احنا فيها. ليه سيدنا ايوب ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من النعم، النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وقيل ان هو عاش 70 سنة في نعم من الله، وان هو انجب 7 من الذكور و7 من الاناث، وكان لديه الكثير من الخدم والعبيد والكثير من الأراضي والأغنام الذي لم يؤتى بها أحد في بلدته. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ وسوس إليه الشيطان. إن القرآن هنا ما ذكرش إبليس إن هو اللي كان السبب وراء ده، ولكنه الشيطان. ما هو الشيطان؟ معظمنا بيكون عنده بعض الاختلافات عن الفرق ما بين الشيطان وما بين إبليس. الشيطان هو كل ما خرج عن المألوف، ومنهم شياطين الإنس وشياطين الجن. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فهنا في شياطين إنس وشياطين جن، وهي المسؤولة عن ذلك. لكن الشيطان الذي توكل على سيدنا أيوب هو شيطان الوسوسة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ربي إن مسني الشيطان بنصب وعذاب. ففي الحالة دي نبدأ نلاقي هو الشيطان لما بدأ يكلم سيدنا أيوب، لأن الأنبياء كانوا دايما بيروا الشياطين ويستعوذوا منها. قيل يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه كل شيء، فعشان كده هو دايما إنسان عابد ومفيش حد زيه في البلدة في إيمانه ولا في النعم اللي ربنا أعطاه عليه.
فربنا أراد إن هو يخبر الشيطان إن أيوب دوت إيمانه كان إيمانا نابعا بالقلب وليس نابع من كثرة النعم الذي حواليه، لأن هو أدرى ربنا سبحانه وتعالى بالنبي اللي هو اختصه. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يحط سيدنا أيوب في كرب. إيه الكرب ده؟ الواحد مننا إذا فقد ابن أو ابنة بيكون حزين جدا عليه، ما بالك الـ14 طفل اللي أذين أنجبهم سيدنا أيوب، كلهم توفوا. يعني سبحان الله حاجة صعبة جدا. مش بس كده، لا كمان ايه، ده بدأ ان هو يفقد كل امواله، اذا خسر كل شيء، لم يبقى له الا الزوجة الوفية، زوجته الوفية. طيب ليه الحالة دي؟ امتى دعا سيدنا ايوب ربنا سبحانه وتعالى؟ عندما وجد زوجته. الناس بدأت تخاف من سيدنا ايوب وقالوا ان هو اكيد عصى ربنا عشان ربنا كده بينتقم منه، ولم يخص بذلك غير 2 بس هما الذين كانوا دايما بيسألوا عليه ويتفقدوا سوى من بعيد، كانوا خايفين لا يصيبهم العدوى. وطبعا في الفترة دهيت ما كانش فيه مضادات حيوية ولا كان سبيل لعلاج هذا المرض إلا زوجته، مثال الزوجة الوفية المخلصة اللي صبرت مع سيدنا أيوب حتى قامت ببيع ضفائرها. مش بس كده، الناس خافت منها لا تعديهم نفس المرض فمنعوا ان هي تشتغل عندهم، لان طبعا خسرت كل شيء، خسرت الاموال وخسرت الجاه وحتى جمالها خسرته. لما وجد سيدنا ايوب عليه السلام ذلك، انها يعني قامت بقص كل شعرها. هنا سيدنا ايوب كأي رجل وكأي زوج صعب عليه نفسه جدا، فقال ايه؟ ربي ان مسني يضر وانت ارحم الراحمين. كان ممكن ان هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو ايمانه قال انا 70 سنة عايش في نعمة من نعم ربنا، وانا ابتليت 18 سنة عذاب، الـ18 سنة اللي انا اتعذبت فيهم مش نفس 70 سنة اللي انا عشت فيهم في نعمة. وهنا يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. شوفوا الحكمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. احيانا كثير مننا بيتعرض يعني لوسوسة وبيتعرض لعيون شياطين الانس والجن، قال لك الحل اهو، هذا مغتسل بارد وشراب. الواحد حتى لما تلاقيه متعصب جدا يقول له ايه، روح اتوضى. لما هتتوضى هتلاقي نفسك رجعت تاني، الشيطان كده مش لان الشيطان يجري مجرى الدم. فسبحان الله. لكن هنا كان سيدنا ايوب كان قاسم ان هو يضرب زوجته 100 صوتة، لان هي جت في الاخر وقالت له يعني هي تعبت، ادعوا ربك يعني يصرف عنا البلاء. هي كل واحد مننا بيجي فتره بييئس من الرحمه، فهو اقسم قال له فلا تحنس. ويقول الله سبحانه وتعالى في قرانه الكريم ان ربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا أيوب الشباب والجمال وأعطى أيضا زوجته ذلك. مش بس كده، لا وأعطاه أولاده مرة أخرى، كل أولاده رجعوا له. كيف هذا؟ بقدرة الله. ووهبنا له زوجه وأتيناه وأهليه ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يعني من هنا نبدأ نلاقي سبحانه وتعالى
ازاي نتفائل من القصة دي؟ احنا لسه النهاردة الصبح، يعني لسه بنبتدي يوم جميل. ايه هو استفادتنا؟ ازاي نمشي بيها في حياتنا اليومية؟ احيانا مننا كل واحد لما يحس انه تعبان او زهقان، اول حاجة الجأ لربنا سبحانه وتعالى. لا تشتكي الى الناس، اوعى تشتكي لحد، لان محدش هيحس بألمك. ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه؟ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اول ما تصحى قول يا رب انا متوكل عليك، يا رب انا يعني ماشي في طريقك، نور لي طريقي، وقف لي ولاد الحلال دايما في طريقي، يا رب ارزقني الصحبة الكويسة اللي تعني على الدنيا ديت ومشقاها وتعبها. كل يوم مننا احنا بنقابل ناس كتير، صحيح في ناس بتسيب فينا علامات كويسة وفي ناس بتسيب فينا علامات سيئة، بس احنا في الحالة دي ما نيأسش من رحمة ربنا، نبتدي اليوم بتفاؤل جميل. طيب لو تعبانين ما نقولش ليه يا رب انت تعبتني ليه؟ اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، واذا ما كانش بيحبك ما كانش ابتلاك. اكيد محدش هيحس بوجعك الا انت، محدش بيحس بوجع حد، لكن في الحالة دي احب اقولك ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وبيطهرك من جميع الذنوب، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في قرآنه الكريم وما اصابكم من شر فمن انفسكم. فاول ما نبتدي الصبح نبتدي بذكر الله سبحانه وتعالى، تقول انا هبتدي يوم جميل بربنا سبحانه وتعالى، لازم يكون عندي روح المودة والألفة مع أسرتي، مش أول منزل كده بقى نازل متضايق، أنا رايح الشغل متضايق وزهقان. لا، ابتدي بيوم جميل، طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي هتفتح لك الأبواب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. مفيش حد بينام من غير جوع، ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد، فأنت أو أنتي لازم تبدأي اليوم بيوم جميل، يوم سعادة، لأن الطاقة الإيجابية بتنشر الإيجاب، الطاقة السلبية والعياذ بالله بتسبب للإنسان الفقر، لأن النبي كان دايما يقول أعوذ بك من الهم والغم والحزن والفقر. هتبقى مهموم حزين متضايق هجيب لك فقر. أنت استعيذ، تفائل، خليك مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى هيعين لك الأحسن. ولو صرف عنك شيء، قمت الصبح رايح الكلية اتأخرت، تزعلش، حصل سبب ما، ربنا عين لك الأحسن. قد يكون كل تأخيرة وفيها يعني خيرة من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني يستفادوا من القصة سيدنا ايوب؟ الصبر عند البلاء. لو فقدت ابنك، لو فقدت بنتك او اولادك، ربنا هيرجعهم لك تاني. والدليل على كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف لما كانوا بيتحدثوا قالوا ايه؟ لما جه سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليه السلام وقتل، قال أقتلت نفسا زكية بغير حق؟ ممكن نشوف بعد كده كان السبب من وراها قال ايه؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ما تحزنش، ما تحزنيش، مش أكتر من الناس اللي بيموتوا في فلسطين، يعني أولادهم كل يوم حاولوا، يعني كتير بيفقدوا أولادهم وحياتهم في الدنيا، وفي كتير بيخسروا أموالهم، إما تجارة وخسروا فيها. ربنا سبحانه وتعالى عايل لك الأحسن، عايل لك الحاجة اللي انت ما تعرفش وقتها دلوقتي، هتعرفها بعدين. كنت في مهرجان من المهرجانات، ومهرجان ده كان تكريم كبار الأطباء، وكان في الفترة دي قابلت شخصية يعني عظيمة جدا بفضل ربنا، شخص كان تعبان جدا، وهو كان اوريدي دكتور وبيعالج المرضى، فجاء ربنا يعني ابتلاه بمرض شديد جدا، فالأطباء قالوا انه هو هيموت، فهو يعني خلاص عارف انه هيموت، لكن قال وهو بيقول على الستيج كده بيقول ايه؟ انا كنت عارف اني هموت، لكن انا دعيت ربنا سبحانه وتعالى انه يشفيني وانه يرجعني تاني للحياة، لان الدعاء يعني الدعاء بيغير القدر، الدعاء حقا يغير القدر.
ودلوقتي بقى انسان كويس وربنا شفاه وبقى دكتور مشهور جدا. فالدعاء بيغير القدر. بالنسبة للزوجات اللي كمية الانفصال بقت شديدة جدا، يعني للأسف في مجتمعنا، مش بس في المجتمع المصري، لا في المجتمع العربي عامة، ربنا سبحانه وتعالى أعزنا وجعلنا مكرمين في الأرض. لابد ان انتم تصبروا على ازواجكم. يعني من ضمن المشاكل اللي الانسان بيواجهها مؤخرا هو عدم وعي الرجال بطبيعه الاناث، واتمنى من كل زوج يراعي ربنا سبحانه وتعالى في زوجته، لان انت لو رعيت ربنا في زوجتك ممكن تتعب زي ما سيدنا أيوب تعب، واللي خلى زوجته تصبر عليه وتراعيه وتتعب وتشتغل بعد ما كانت سيدة إلى خادمة عشان تراعي زوجها، إلا إن هي شافت منه من الحنان والرحمة. راعي ربنا سبحانه وتعالى في زوجتك، وإنت كذلك إذا لقيتي زوجك رجل تقي بيراعي ربنا فيكي، مش مقصر في بيته معاكي مع أولادك، اصبري عليه، اصبري مهما يحصل، كوني زوجة أصيلة للنهاية. تنظروش للدنيا، ما متاع الدنيا إلا قليل، بصوا دايما للآخرة. اشتري مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول المرأة التي تطيع زوجها وتحسن فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. انت تشتري الجنة ما تشتريهوش هو، تشتري جنة ربنا سبحانه وتعالى. فكوني زوجة أصيلة للنهاية. مش لازم تحصل مشكلة نلجأ للمحاكم، ودي أنا أنصحكم بيها، مهما يحصل حاولوا تحلوا مشاكلكم بعيدا عن المحاكم، لأن المحاكم مش هترجع المودة ولا الرحمة اللي كنتوا فيها مع بعض. افتكروا دايما أن انتوا كنتوا مريتوا بلحظات حب ووفاق، لحظات كويسة. مهما يحصل اصبري لعله يتغير. انا معاكم ان مش معظم كل الناس بتتغير، ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، بس الحاله الوحيده انك تقدري تصبري عليها اذا كان زوج عصبي تستحمليه، اذا كان زوج بخيل شويه ممكن تدعي ربنا سبحانه وتعالى بهدايته ان هو يبقى انسان كويس، لو كان غليظ القلب تدعي بلين القلب ليه. الدعاء بيغير القدر. والله لو انت قمت الليل بركعتين اتنين فقط، حتى لو انت تعبانه مش قادره تقيمي او تسجدي او تركعي، صلي وانت قاعده وادعي ربنا سبحانه وتعالى. ايه ده يغير قدرك؟ ده يغير قدرك من الشيء ان البيت دلوقتي بقى معظم البيوت فيها مشاكل كتيره جدا. ادعي ادعي ان ربنا يهديه ويصرف عنه شر شياطين الانس والجن. الحالة الوحيدة اللي ممكن أنصحكم بها لقدر الله وحيدة في الانفصال، الإنسان الخائن الخيانة الشديدة. ودي أنا مش بتكلم عن التعدد، لأن التعدد شرع من شروع الله، لكن الخيانة في حد ذاتها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني الإنسان الخائن مالوش هداية إلا بقى من عند الله سبحانه وتعالى. وحتى إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لازم أنت مع نفسك تغير الطبع. فده اللي انا يعني عايزاكم تتفائلوا بالقرآن، نتفائل النهاردة. يعني حلقة عايزاكم كده اول ما هنبتدي الصبح نقول احنا ان شاء الله يومنا جميل، ان شاء الله النهاردة هطبخ لزوجي طبخة بيحبها، هراعي ربنا بزوجي. طيب لو زوج مثلا قصر معاكي، انت عامليه عاملي ربنا فيه، متعامليهوش هو كذاته، لان احنا لو عملنا البشر بمعاملتهم هنتحول لغابه، فهي مش مستاهله. كوني دايما مثالي الام المثاليه اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح ليكي ابواب الجنه من اي باب تشائي فيه. ربنا سبحانه وتعالى كرمنا
الشباب اللي دايما بلاقيهم بيقعدوا كتير على السوشيال ميديا لغاية الفجر وبعد الفجر والصبح. تفائل تفائل، انا معاك ان احيانا اوضاع البلد غير لا تسمح بان انت تكون حاجة، لكن تفائل. ربنا سبحانه وتعالى مش اكتر من سيدنا يوسف عليه السلام، خلاص كان ميت لا محالة لما اترمى في البير، لكن ربنا جعله. عزيز مصر، ما تقولش الظروف، قول بالله انا هكون حاجة. اتعب وسعى وتفائل ان ربنا هيديك كل اللي انت عايزه. الانسان اللي قلبه دايما بيكون نظيف ربنا بيديله كل شيء هو بيكون عاوزه في الحياة. فالنهاردة عايزاكم كده في بداية اليوم اول ما تصحى من النوم يعني اصبحت بنور الله توكلت على الله، اقرأ ايتين بسيط على الاقل، حتى لو قرأت قرآن وانت نازل كده بسيط وانت ماشي في طريق، استغفر استغفري. حاسة ان الدنيا معاكي صعبة، ايه زهقانة من القعدة لوحدك، ملي مشروع حتى لو مشروع اونلاين، ايه اولادك مقصرين في حقك، تزعليش، يمكن ربنا عايزك تلجئي ليه وتدعي لهم بالهداية وان هم يقربهم منك. فتفائلوا، ابتدوا اليوم جميل، ودايما كونوا على صلة رحم بأقاربكم مهما يحصل مهما شفتم منهم. زي ما قلت انتوا بتعاملوا ربنا سبحانه وتعالى، الدين المعاملة. فدي كانت اللي احنا تعلمناه من قصة سيدنا ايوب. يبقى احنا النهاردة تعلمنا من قصة سيدنا ايوب ايه؟ تعلمنا الصبر عند البلاء ايا كان البلاء. تعلمنا ان احنا نكون عندنا امل ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعلنا حاجة، هيعوضنا عن اللي راح من عمرنا. يكون عندنا امل ان احنا نكون بنتفائل بالقرآن الكريم. يعني القرآن الكريم في كل حلول مشاكل الحياة، في كل الحلول، لكن حاولوا تصفوا مشاكلكم مع زوجاتكم، حاولوا ان انتوا تغفروا لبعض وان انتوا تعفوا عن بعض. المغفرة ان انت ممكن تنسي الشيء بس يعني تنسي الكلام معي، لكن انت فاكرة مثلا ان هو عمل فيك الشيء ده، لا مش عايزاكي كده. يعني اعفوا العفو الجميل والصفح الجميل. حتى ربنا في القرآن بيقولك ايه لما يجي يحصل مشكلة؟ وهجرهن هجرا جميلا. الاقي دلوقتي معظم الناس زعلان من زوجته، هو في اوضه وهي في اوضه، قال ربنا بقى قال هجرهن في المضاجع. هجر الجميل مش معناه الفراق، كان معناه ان انت تسيبها تديها وقت وهي تديها لغايه ما النفوس ما تهدى. لو ان مع النساء عامه ما ينفعش تاخد وقت، ست بيكون كتله ناريه، يعني بتبقى عايزه الاحتواء والرحمه والموده، عايزه ان حد ما يكون زهقانه يطبطب عليها، هي عايزه حنان. طبعا مش كل السيدات، في سيدات طبعا بتحب الهدايا، فانت حاول تكون انسان حنون معاها، حتى لو هديه بسيطه، ازازه برفيم مثلا، خاتم، اني اكسسوري. لان انتوا شفتم يعني سيدنا ايوب لما جه تعب زوجته يعني تحملت المشقة والعذاب عشان. فده كان بالنسبة النهاردة لقصة سيدنا ايوب عليه السلام. اتمنى منكم ان انتوا النهاردة لسه في بداية يوم جميل كده ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى، نبتدي يومنا بتفاؤل وبرحمة مع كل عضو وكل اسرة وكل صديق وكل جهر معانا، نكون نتعامل بألفة ورحمة ومودة، وإن احنا دايما نكون على وفاق وصلة ببعض بالخير دايما. وشكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، وأراكم في حلقة جديدة من برنامج وبالقرآن نتفائل.